أنا السيد النائب دهناني بن عيسى، نائب جماعة السلالية ولاد عرفة، قيادة عمر الشمالية، قيادة ديحية. لقد كنا كان الضم أو التمليك بأصح العبارة، هو الضم ماشي تمليك، هو جانا التمليك، ولكني أن بعض النواب ضموا داكشي كلشي، عجنوا البلاد كاملة. إذا كتسمى هذا ضم ماشي اللي عندك تحصيها وتاخذها، لا، هادو كاين بعض النواب اللي ما حصاو اللي كيستغلوا، وكاين بعض النواب اللي فيهم التبرزيط. جمعوا لنا حنا شي ربعه ولا اربعه النواب ولا ثلاثه، انا اللي عندي الاغلبيه، واتفقوا عليا وعجنوا البلاد كامله، وعطوني قطعه في اي بحال بحال المواطنين، بينما هما ردوها في شكل اخر، قالوا بانني انا كناخذ بغيت الطريق على الطريق وبغيت على هادي، وهنا الطريق رانا عندي البلاد على الطريق، انا مد اكثر من 80 عام وحنا عندنا البلاد على الطريق، ملي كان الاب وملي كان الاخ وملي وليت انا، وحنا عندنا البلاد على الطريق. ثم حولوها لنا، قلنا حولوها ما كاين حتى مشكل، ها الوثائق باش حولوها ليا، وتحولت. واش داروا ليا في المحضر؟ داروا ليا المحضر بانني كنطلب البلاد تكون على الشارع، والشارع هذاك ديال هذا ديال من هذاك الشارع، راه هذه شارع في العروبيه، اش غندير هذا الشارع انا؟ وانا بلادي كانت مجموعه بلاصه وحده. ثم ملي تعرضت للشكايات العامل وسيد العامل وسيد رئيس الدائره وبهذا وكل شيء، جميع المصالح ردوا عزلوني، جاني العزل، فوجئت. علاش تفوجئت؟ لانني قال لك اسيدي انت برزتي التمليك، وقفتي لهم حجره عطره وقلتي لهم عطوني البلاد على الطريق، انا ما خداش البلاد على الطريق، هما اللي خداو، بعض النواب اللي خداو على الطريق، انا عزلوني، وكيف تعزلت ما قلت ما كاين حتى مشكل. هادشي كله عندي عده رسائل رسلتها الى جميع المصالح، ولكن لم ما جاوبنا حتى واحد، وما داها فينا حتى واحد، حتى لا سلطه لا قائد لا حتى شي حاجه، ما داها فينا، ما داها فيا انا بوحدي، انا اللي كنغوت، لان الجماعه تيقول لك اسيدي ها الناس، هاد الناس راه زادوا لنا البلاد، هاد الناس هاد النواب راه خداو لنا البلاد، هاد الناس راه تيزيدوا في البلاد، هاد السميات ديالهم راه عندهم الزائد، راه عندهم هادي، تيشكيو ليا. انا كنبلغ السلطه ولكني بدون نتيجه. المطالب هو انني كنطلب تحقيق في هادشي، في التمليك تحقيق، ونشوف شكون اللي عنده الزياده وشكون اللي عنده. هاد الناس ما داروش هاد الطريقه كاع، وهنديس كانوا جوج الناس اللي كانوا مستغلين، اللي قال لهم قالوا له دير كيدير. نعطيكم على سبيل المثال واحد المثال صغير بسيط، حنا شي 20 واحد ولا 30 واحد حصاونا بالبحير، قال لك اش عليكم انتم موظفين، بينما كاين الناس هنا اللي في قنيطره كانوا موظفين وما حيدوهمش. انا اش داروا ليا؟ عطاوني 17700 متر، قال لك هادي سكت، هادي راه جوج خدامه ديالك ديال البحيره، عطاها لي بلاد فلاحيه، وراه ما هذا ما سكتش. كم لا سيدي، اما تعطيو كل شيء اما تجلسوا، هذا التمليك غنعاودوا كل شيء، علاش تخرجوا الناس؟ ولكني ما لقيتش اذن صاغيه للناس، لا السلطه لا حتى شي حاجه، ما لقيتش حتى اذن صاغيه. وهذا هو اللي بقى فيا الحال، انا ما بقاش في الحال بعني انني اعتزلت من النيابه، النيابه ما عندي ما ندير بها، انا كنت ندافع على المصالح ديال الجماعه، لان الجماعه كلها اميين، كلهم ما عارف القراءه، ما تعرفوا لا يقراوا ولا يكتبوا، وانا انا الوحيد، انا استاذ تعليم، كتعرفوا رجل تعليم اش كيكون الصرامه وكل شيء فيه. حنا ماشي كبرنا في الغش ولا في التحراميات، هذا الشيء ما كانش عندي انا تماما، ولهذا ها هو كاين، وصيفطوا لي العزل، تيقول لي راك انت معزول، صيفطوا لي انذار، اولا الانذار صيفطوا لي ولاد
ولاد نصر، انا ما كنسكنش ولاد نصر. والقائد كيعرف سميتي، هذاك رئيس الدائره كيعرف سميتي، كيعرفهم كله كيعرف سميتي انا، والتليفون عند القائد وكل شيء عند القائد. علاش يصيفط لي بلا ولاد نصر؟ هادشي ما كان، ما عنديش انا ولاد نصر. يعني راك انت ولاد نصر صيفط لك انذار وما جاوبتيناش. قلت لهم اودي انا ما جا توصلت حتى شي حاجه. ها الانذار دايرين فيه ولاد نصر، فان السلطه المحليه بقياده عمر الشماليه دارت دائره القصيبيه اقليم سيدي سليمان تندير السيد الدهناري بن الدهناري القاطن بدوار ولاد نصر قياده عمر الشماليه نائب الجماعه السلاليه ولاد عرفه، الجاب ولاد نصر ولاد عرفه حرر بقياده عمر الشماليه 2/11/2022. القائد كيعرف سميتي، القائد عندي التليفون ديالو، انا عاد عندي هو عنده التليفون ديالي انا. على سيرة الانذار، وانا ما عنديش الانذار، هذا كيستحوذوا على القانون باش يقولوا راه السيد عيطنا عليه وما جابناش وما فعلناش وما تاكلناش. انا ما عيط عليه حتى واحد وما مشيت عند واحد وما هذا الانذار انا ما جانيش، ما توصلتش به، كنت وصلت فيه على ناخذه، علاش ما نشدوش؟ حنا راه حرجنا الحمد لله ديال القانون وديال المصلحة العامة للجميع. هادشي هاد التمليك هذا كان لمصلحة العام، لمصلحة ديال الناس، لكن الناس هنا خدا هاد التمليك خداو الشراء، بعض النواب خداو الشراء، كيشريو بغا يبيعوا فيها البلاد وبغا يديروا فيها البلاد. يا سيدي كنقول لهم هذا راه التمليك، راه هذا جمعية خاصها تكون مجموعة، خمسة لوطار تعطاوك ولا عشرة لوطار، خصنا نكونوا نديروا جمعية وتنوضوا بهاد البلاد. لا قال لك بلادي هادي غنبيعها أنا، انا عطيني حتى يدا بنادم كيدابز، كاين اللي مسكين راه مات وما دا حتى شي حاجه، والله الا ماتوا الناس وما داو حتى شي حاجه. القائد صيفطنا له قلنا له اولا غير سؤال بسيط ثاني عاوتاني، احد النايب دا زايد الناس زايد 18 واحد اما 24 واحد ما تسوق ليناش، حلينا المشكل غير حنا بعضياتنا. واش هذا الحل؟ لكن العطاء هو النايب ما جاش، اللي هو اللي عنده النيابه ما جاش، صيفط غير واحد السمسار ديال خوه كيبيع وشرا، تيتسمسر عنده حانوت ديال السمسار، هو اللي عارف البان وعارف هادي، ولا دخل تمايا وخرق لنا كل شيء. ما تيفرق لا من هذا لا من هذا، دخل بنادم اللي بغى يدخلو دخلو، واللي بغى يخرجوه تيخرجوه براسه، هو ما عندوش البلاد وخذا البلاد. انا بقات لي غير حرقه انني الناس ما عندهمش البلاد وخداو البلاد، لا يعقل. كاين الناس اللي كانوا عندهم عجز خدامه ولا خداو سبعه خمسه الخدامه، ولا عندهم سبعه الخدامه بحالي بحالهم. هذا هو اللي درنا انا. هاد التمليك جابنا غير صداع. حنا فرحان بهذا التمليك الحمد لله، بغينا نملكو، ولكني ما لقيناش معامل. يد اللي غتنوض تقدف بينا ما كايناش، السلطه ما كايناش، والتمليك زايدون التمليك كيديو غير الناس اللي قسامه اللي كانوا بكري قسمنا عليهم، ماشي دي الولد او لا واحد يورث في عمو ولد عمو تيورث فيه عاد. واش الراجل ميت 40 عام 50 عام وباقي عاد نعطيه البلاد؟ ما يمكنش، ما خلى حتى حد. ديك الساعه كان العرف البنات لا ما كيديوش من عندنا، وخا تبقى كيما شحال ما من عام، الا بغى النايب يستر عليه راه كتبقى بحال هكاك، ما بغاش راه كيحيد لها البلاد. هادو بقاو البلاد كاين شي وحدين بقاو حد البلاد حتى لدابا عطاهم للناس، كاين اللي 60 عام ما نعقلش عليه انا ما نعقلش عليه فوقاش مات. اليوم عاد تيقول تيفاجئني تيقول لي هاد السيد راه عطيناه البلاد، كي درت وعطيتوه البلاد؟ هذا مخلي عافلان وفلان بناتو كبارات، راهم بنات كبارات، ومشينا عند القائد ديال هاد البنات اللي خداو ولاد بنات بلا ما نقول الاسماء ديالهم، مشينا عند القائد ودرنا محضر بان هاد العيالات ما كيديوش، وجرى عليهم القائد ديال سيدي يحيى، القائد نجيب الله يذكره بخير. هاد نجيب هو اللي كان قائد سيدي يحيى قبل من هاد السيد الكمال. هذاك ما عندي ما نقول، لا قلت
اداري اداري ما معنى الكلمه. العزل درت اسيدي، قمت درت وحده، طلبت المحامي ودرت محكمه في المحكمه الاداريه. صارت لي المحكمه الاداريه، صيفطوا لي هذا العزل هذا، وصيفطوا لي الانذار ديال هذا الانذار، تقول بان قلنا لك راك معزول وما استجبتيش. ومسيطر لي يا سيدي كذلك كاين بعض النواب، قال لك اللي رحنا درناهم عزلناهم، ولكن هذوك النواب انا ما عندي غرض فيهم، راه ما كانش ما دايزه حتى حاجه. واش الراجل كان كنعرفونا كان عنده الوالدين عطاوه جوج خدامه او ثلاثه خدامه، اليوم هاد النواب جداد عطاوه سبعه الخدامه خمسه الخدامه. الرساله ديالي هي انني كنطلب التحقيق في هذا الموضوع هذا، بالنسبه لي انا ولا بالنسبه للجماعه ولا افراد الجماعه اللي كيطلبوها. بغيت يقول لك انا خديت على الشارع، ها القطعه ديالي اللي فيها عطاوها ليا ما خديتها وسكت في حالي. ها الرسائل اللي كان اللي كنكتب للقائد ولا الباشا وزير الداخليه وكل شيء، تيقول لي بان تنقول لهم اودي ها كاين ها كاين، هاد الطوبوغراف راه تيدير عندنا بزاف راه بالسرع على الجماعه، ولكن شكون كان صايقوا جوج نواب هما اللي كان تيوريهم منين يدوزو منين يفعل. واش البلاد حنا باقي ما حرتنا باقي ما صفيناهاش وما بدلوها مع وحدين اخرين، ومشاو جمعوا بلاد في جهه اخرى وباعوها جمله، باعوا غيبيعوها جمله. هذا ما بقاش تمليك، هذا انصاف ديالي انا، انا ما عندي غرض في النيابه.